على مدى أكثر من 24 ساعة تعمل عشرات الآليات التخصصية لإخماد النيران تحت أنقاض مخازن الظلال. مديرية الدفاع المدني أكدت عدم وجود خسائر بشرية، أما الخسائر المادية فهي بارتفاع مستمر. تجار وأصحاب محال وشركات ومخازن تحدثوا عن أن الحريق أتى على كل سلعهم وبضائعهم سواء المعروضة في المحال أو المخزنة. أقل محل بال15 شدة، والله أنا واحد من العالم بضاعتي فوق ال15 شدة. المخازن عندنا ولد بيت العراقي، هذا خسارته ما تتوصف، قليلة يجوز أقل لك 80 شدة. مخزن عنده راح، المحل عنده راح. نطلب من الحكومة العراقية يعني لازم تلقى بديل لهذا السندويج، يعني يوميا احنا التماس كهربائي. احنا قبل 3 ايام نفس الشيء، هم سوق عندنا احترق من الليل للصبح انتهى. كوادر وآليات الجهد الخدمي والهندسي في هيئة الحشد الشعبي لعبت دورا فاعلا في محاصرة ألسنة اللهب، فضلا عن فتح مسارات جديدة لدخول الحوضيات وآليات الإطفاء. الهيئة أكدت تسخير مئات الآليات واستنفار الجهد البشري بالكامل للعمل على محورين متوازيين، إطفاء الحرائق ومساعدة المواطنين في إخلاء ونقل السلع والبضائع التي يمكن إنقاذها. اشتراك واستنفار كافة الجهود من الناحية البشرية والآليات والمعدات وصهاريج المياه، وأيضا طيارات مسيرة طيرنا بتنسيق مع الأخوة في الإطفاء لتحديد مكان الانطلاق الحريق وتحديد مسارات يعني نقدر نسيطر على الحريق. الحمد لله اشتركنا بأكثر من 300 منتسب لجهد بشري لرفع البقايا في المخازن وسحبها على الشارع العام. بين الخزن العشوائي والأخطاء البشرية وعدم الالتزام بشروط السلامة والأمان، الخسائر المادية الأولية لهذا الحريق لا تقدر بثمن، في حين ما تزال ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المكان، وتتضافر الجهود من مختلف التشكيلات للسيطرة على الحريق وإخماده. من بغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.